اهلا بحضراتكم من جديد وفقرتكم المميزه ويكان اللي هنلقي الضوء خلالها على نجوم من العدد الثقيل النجوم حققوا انجاز لمصر. نجمنا النهارده اللي هنتكلم عنه هو واحد من اهم نجوم الالعاب الفرديه اللي فرضوا اسمهم على الساحه الرياضيه بسبب موهبته وبطولاته، وهو نجم سلاح الشيش علاء الدين ابو القاسم اللي كان شعاره دايما ويكان وهو بيسطر تاريخ لنفسه ولبلدنا مصر بالمحافل الدوليه الكبرى. علاء الدين ابو القاسم مواليد 25 نوفمبر 1990 وبشعاره كان فاز ابو القاسم بالميداليه الذهبيه في كل المنافسات الفرديه بسلاح الشيش في دوره الالعاب العربيه ال 12 في عام 2011، كما حصل اللاعب على لقب بطوله العالم للشباب في عام 2010 وبشعاره كان تالق في لعبه سلاح الشيش واحرز الميداليه الفضيه في منافسات فرد سلاح الشيش بالألعاب الأولمبية الصيفية 2012 اللي أقيمت في لندن، عشان يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويبقى أول مصري وعربي وأفريقي يحقق ميدالية أولمبية في لعبة المبارزة. بنفس الشعار شعار ويكان فاز البطل الأولمبي علاء الدين أبو القاسم مؤخرا بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لسلاح الشيش والتي أقيمت في مالي. تعالوا معانا كده نشوف تقرير عن النجم علاء الدين أبو القاسم ونرجع نكمل معاه. علاء الدين ابو القاسم كان شعاره ويكان في مسيرته المميزه ولسه عنده الطموح وعنده الاراده لتحقيق مزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه. نتمنى ان شاء الله لنجمنا علاء الدين ابو القاسم فيما هو قادم الافضل. علاء الدين ابو القاسم هو النجم رائع في سماء الرياضه المصريه. كده اكون فاكركم النهارده من ويكان انتهت. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل نستكمل ما بقي من فقرات في طمانيه.